نسكن في هذا الحي تحديد حي السوق. فكنا كنستبشروا خير ان السلطات المحليه ممكن انها غادي تنظم هذا الشارع بتحديد شارع احد اللي كيعرف واحد الفوضى, خاصه انه كما كنشوفوا الباب ديال المسجد مغلق بهذا الامور اللي موجوده هنا كيشوفوها جميع المواطنين. فاحنا كنا كنتمناو ان السلطات تخدموا في بحالهم باش تنظم هذا الشارع وباش ترفع هذه الاوساخ والاسباب اللي كتغلق الباب ديال المسجد, لان هذه مسؤوليه ديال السلطه الدرجه الاولى ومسؤوليه ديال المجلس البلدي, وكذلك مسؤوليه حتى اللجنه ديال المسجد اللي ما كتهضرش حنا حسب علمنا في هذا الموضوع نهائيا. اذا حنا كمواطنين كنطالبوا ان كل واحد يتحمل المسؤوليه وينتقيو هذا الشارع, وكل واحد طبعا ياخذ الحق ديالو. الدار الا كان عندهم السوق وعندهم اماكن يعطوهم الحقوق ديالهم, حنا ما كنقولوش بان هذه الامور يعني تكون على حساب الصداره. الصداره يعطوهم الحقوق ديالهم ويعطوا لهم الامور ديالهم اللي تضمن لهم الكرامه, ولكن هذا كذلك ماشي على حساب المواطن لانه كيعيش في واحد الجحيم اوساخ اسفل. عندنا الصداره, عندنا سوق ديال الحوت, وعندنا سوق ديال اللحم المجزره. هذه اللي في حق هذا الامر خص يكون واحد المكان اللي نقي, لان مكان ديال امور كتهم المواطنين فيها التربيه, والجانب ديال التربيه خص يكون مرتبط به الصحه بالتحديد. وحنا كنشوفوا الازبال والاوساخ اللي كيعيشوا فيها المواطنين, واش هذا الشيء كيشرف مدينه زيو؟ واش هذا الشيء كيشرف الناس ديال زيو انه يبقى الوضع بهذا الشكل؟ فاذا حنا اكدنا هذا الامر وغادي ناكدوه وبالتنسيق مع المجتمع المدني انه غادي نحاولوا ان نشوفوا من يتستر, وهذا هو السؤال الجواري, من يتستر على الفوضى في هذه المدينه. عندنا شارع احد, عندنا شارع الزلاخه, وعندنا شارع مانروفيا. هذه الشوارع تم احتلالها كي ازعاج ديال الناس, الاعتداء على المواطنين, لغلق الطرقات, يعني فوضى عارمه. واش حنا عايشين في مدينه اللي من المفروض انها تكون مدينه منظمه, او اننا عايشين في دوار اللي بغى يدير شي حاجه يديرها؟ فاذا كل طرف يتحمل المسؤوليه ديالو. واعتقد بان الا كاين جهات كتستر على هذا الوضع وباغي تخليه كما هو, حنا عارفين علاش, ولكن المواطنين خصهم يوعوا وخصهم يعرفوا بان هذا الوضع ماشي صحي, ماشي سالم, غير مقبول باش اننا نعيشوا في هذا الوضع ديال الفوضى. والنداء ديالي انا غير هذه جوج الاسابيع كانت وقعت هنا واحد الكارثه, ذاك الواد الحار اللي انفجر هنا, قلت انا واحد الكلام, قلت بان هاد المسؤولين طوبع على قلوبهم ونكررها. علاش؟ لانهم يتسترون على الفوضى لاغراض معروفه. فلهذا كل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو, والباشا عطى اكثر من وعد انه غادي ينظم وغادي ينقي وكل واحد ياخذ الحق ديالو, ولكن يبدو ان هاد الامور ما كايناش. لهذا حنا ما يمكنناش غادي نبقاو نسكتوا على هاد الامر. باب ديال المسجد ولا مزباله مسجد, جميع الاوساخ جميع النفايات كتدخل المسجد. واش هذا يعقل ومقبول وحنا نقبلوه؟ انا ما كنشوف بان المواطنين ماشي راضيين على هذا الوضع, ولكن من يجب ان يتحمل المسؤوليه ما كاينش. لهذا فنداء المواطنين انهم خصهم يستنكروا هذا الوضع. هذا الوضع مستنكر, وكما كنقولوا بلغ السيل الزبا. الناس كتطالب ان هذا الوضع ما خصوش يبقى بهذا الشكل, وكل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو. وتحيه للسكان. يعني هذا الشيء اللي تكلم عليه الاستاذ بن عيسى كرابيلا, يعني احنا كنشوفوا هذا يوميا كندوزوا مع هذا الشارع, يعني هذا التأكيد ديال بائع الدجاج كذا, وهذا الشيء ديال الخضار, بائع الخضار, وسوق السمك, يعني هذه الاوساخ وهذا الشيء عيا, والناس ما حافظوا على البيئه حتى كيمشي. يعني الناس يعني كنطلبوا من جميع الدروج ومع هاد الاخر, يعني هاد خاصة فوق الصيف كنلقاو يعني هاد الشيء ديال الرج ديال الدجاج, وكنلقاو هاد الشيء ديال التبن ديال فوق الدلاح والبطيخ يعني داخل المسجد. يعني حنا شفنا في اوروبا كاينين الناس كنائس كتلقاه نقية, هذا بيت الله مسجد وكتلقاه متسخ يعني واوساخ كتدخل حتى المنبر. هذه هذا لا ينبغي. جزاك الله بخير. شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. حنا كمواطنين ديال زايو كنتسائلوا على هذا الوضع هذا اللي رانا عايشين فيه بالنسبه للشوارع مملوءه بالاوساخ الكرارس ديال الخضر ديال السوق ديال المواد الخضره داخلين ما يزيد عن مترين في الشارع، حتى عند السيارات ما كيلقاوش من يدوزوا، ما فهمناش علاش هاد المسؤولين هادو ما بغاوش يتاخذوا الاجراءات اللي لازمه اللي يقدروا يديروها وهم يقدروا يريقلوا هاد الامور هادي، وكنجدوهم مره اخرى باش على الاقل الا ما شافوش الشوارع الاخرى يشوفوا المسجد يحترموا المسجد. راه كما قال الاخوان راه كنصليو لداخل، ولكن الرائحه ديال سواء السمك ديال الخضر المتعفنه ديال كتدخل حتى لداخل المسجد. اذا من هذا المنبر ديال ناظور سيدي كنناشدهم مره اخرى، نناشد جميع المسؤولين اللي يتدخلوا باش يديروا هذا الوضع هذا يصوبوه. السلام عليكم ورحمه الله وشكرا. عند الروائح الكريهة في نفس الوقت كاين الجامع الانسان اللي كيبغي يتزي ما كيلقاش يعني ما كيتاثر بهاد الروائح الكريهة اللي جايه من هاد الخضره ومن الحوت السمك. ولذلك يعني من الاحسن انه يعني الجامع هو بيت الله والذكر وهذه الانسان باش غادي يقدر يصلي خاطرو، ما كاينش ما عندوش الاستطاعه باش يقدر يصلي وهو في كامل بسم الله الرحمن الرحيم. انا مهم نقدم راسي، بعد انا واحد من هاد الساكنه ديال حي السوق، وحقيقة والله الا هذا الشيء مؤسف جدا. يعني كنشوفوا هذا الفوضى اللي هنايا، كنشوفوا هذا شارع احد وخاصه قرب بيت الله واحد المساجد العتيقه، يعني كنشوفوا بحال اللي راه مخيم اللاجئين، امر مخزي للغايه. يعني كساكنه عيني ما نقدموا شكايات للمسؤولين سواء البلديه او الفشاويه زيو، ولكن حتى الساعه ما داروا حتى شي حاجه، ما عرفناش علاش. ومن هنا نطرح التساؤل، من يتحمل المسؤوليه في هذا الصدد؟ واين هو موقع المسؤوليه؟ خاصه هنا اخص بالذكر المجلس البلدي، فين هو الدور ديالو؟ فين هو الدور ديال البشاويه ديال زيو اللي كتفرج بحال المتفرج وكيقولوا بان راه كاين السلطه؟ ما شفنا لا سلطه لا حتى شي حاجه من هذا القبيل. واين هو دور المجتمع المدني وهيئات المجتمع المدني ديال ساكنه زايو؟ الكل يتفرج والكل يتنصى المسؤوليه. ومن هذا المنبر كذلك نقول بان احنا ماشي ضد هذه الخضاره، حتى هذو خوتنا، ولكن حتى هما النفسيه ديالهم ما يرضاوش يشتغلوا في هذه الظروف. نتمنوا لهم يعني شي ظرفيه احسن، لان والله الا حشومه كنشوفوا هذه المظاهر اللي مخزيه جدا واللي حتى واحد ما كيتقبلها، خصوصا انها جات في واحد الشارع حيوي جدا، وهذا هو الشريان ديال مدينه زايو اللي كيتبلوكا، خصوصا دابا حنا على ابواب الشهر الفضيل رمضان. يعني كنتمناو بانهم يقوموا بالواجب ديالهم ويديروا الدور ديالهم اللي يعني الدور ديالهم المسؤوليه، ويتحملوا المسؤوليه ديالهم كامله كما قلت، خصوصا بلدية زايو وكذلك بشوية ديال مدينة زايو وفعاليات المجتمع المدني ككل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للكلام اللي قالوه الإخوان على بالنسبة لهذا المشكل ديال هذا الشارع اللي جاي حدا الجامع، هذا المشكل مدة ديال 10 سنين كنا خدمنا في هذا الملف ومازال راحنا خدامين في هذا الملف هذا، وراني طوعت أنا وحدي وأنا وساعدت الباشا وكنتمناو البلديه باش غتعاوننا. راني درت اللائحه هنايا، كاين 61 واحد وفي اللائحه مفتوحه للجميع. يعني بالنسبه للسلبيات راهم هضروا عليهم الاخوان بلا ما نكرر الكلام، انا درت اللائحه ودفعتها للباشا في هذا الصباح الجمعه، دفعتها للباشا وغادي كنتمناو البلديه باش تحيد. راه حنا لقينا لهم واحد الحل في شارع محمد الخامس فين كان السوق من قبل، تما غادي تراسيو لهم البلايص، ما قصيت حتى شي واحد، وكلشي خضاره وكلشي كيمارسوا هذه الحرفه هذه ديال الخضره. كاين المهم الاغلبيه ديال الناس باغيين يهبطوا، كاين واحد 8 ديال العناصر اللي بغاو يبقاو في الشارع ما فهمتهمش، وكنتمناو باش غادي حتى هما يعاودوا
بالنسبه لهذه المساله اللي حنا نديرو، يعني هذه مصلحه عامه، لا سلطه تنفيذيه ولا تشريعيه ولا المواطن ولا الخدار، حنا الحل راه حنا لقيناه. بالنسبه للناس راهم ما عارفينش فين راني خدام، انا راني خدام، انا براسي بائع متجول حاصل على دبلومات ودايس في الخدمه الوطنيه. المهم الحمد لله تربينا بالمؤسسات ودرت مجهود راسي وكنصير بالجيب ديالي وكان كندير المجهود، والله راه عالم بيا وما كنتمناش يعني باش غادي نستغل هاد المواطنين شي حاجه يعني المصلحه ديالي، كنتمنى المصلحه للجميع، لخاطر الانسان كيخدم هنا 8 شهور مده 8 شهور ولا عام ولا 6 شهور كتجي البلديه تقول لك اجمع. حنا قلنا لها على الحلول ديالنا، قلنا لها شوفي لنا حل، داروا هاد المبادره الوطنيه فيها الناس كاين الاغلبيه كيقول لك البلاصه صغيره فيها الجميت جوج ميت ما تقدناش، وكاين 42 واحد وغيبقاو لنا الناس، إذا دخلنا 42 واحد غيبقاو على برا أزيد من 40 ولا 50، يعني درنا الحل اللي شفناه هنا وسعد في الباشا، شفنا الحل الوحيد أن هذيك المساحة اللي كاينة تحت في شارع محمد الخامس كبيرة تقدر يعني غادي تحل بعدا واحد المشكل، وكنتمنى بالبلدية باش غيتعاوننا.